قال له لا تقول له تم نمر ويفاشرنك. الله الله، ما معك بندق، معك ايدك وسنك، حكم الباري عليك. وبا قلبي. قال له يا عبد البلاء ما شيته سبره، اخاف يا عبد الولاء وجهك اعبره، اعزيك ما نمدهوش. الله الله، ذي من نمر يقول له يا ايه وتلازمه هو يا. الله الله، تلازمه هو يا. وكان من نمر ما يعني قلت النمر ما يعني ياكل ما ياكل الا بعد ما يضربك بيده. لا يضرب، هو يضرب بيده، تلازمه هو يا، لازم في ايديك ذي ما كلوش بخيمه. وفي واحد بجنبهم لا اله الا الله، عابد يقول رمى منك. الله، يقول انه مع كيس حنتر. الله الله، قال له ها من يوم تخلفته؟ قال له الحر في قلبي وصرت الان مفتكر من يوم تخلفته يا محضر ما يقدع من مر. الله الله، ومع طلوع الشمس والشيطان يعتكر وتلازم اندهوش. الله، شبه يحيى سعيد داشه. قابل انداشه ادمي يحيى سعيد ادمي. الله يرحمه سعيد. ايوه انا كذا مره مره شفته. تلازمه هو يا، تلازمه بم يده. هو ضاك يضرب بيده من مر ما ياكل بخشمه. لا اله الا الله، يضرب بيده. يعني يعتبر هو اول شخص في منطقتنا يعني قاتل داشه من وجه لوجه ونجي منها. ايوه الله اكبر. كان من نمارة يقتلها مشعفل، واحد عندنا ها يقتلها مشعفل، كان يقتلها. قلت لي النمر ميزه الحلوه فيه انه مش مثل اي داجه، مش عنده كبرياء، يعني تيجي تفتحها عنده كبرياء. لا تو مشى قدامك ما يهرب زي الحيوانات. الله، يهرب يفتجع. يمشي 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 ويتلفت كذا يعني بكبرياء. الله الله الله. والله مره في جهه عنم، ايوه احنا بنا واحد نمر وبدري خرج راع محناب لما عنده يقابل كذا يمشي وهو لا بدون ما انتبه للرجال لما قدي قريب ومليل ماله هو وحده. الله، ما عنده حد أبلا يتفاصى من محناب. الله الله، يا أبلا يتفاصى. لكن لما رأى الرجال قال بم محناب كذا يا ركاب، نشط أبو محناب ويمشي مشيه. لا كافر، يمشي مشيه ما هربش ولا أي حاجة. الله الله، لا مع ضاح لا مع بندق كان يقتله. الله والله، يعني ما افتزع منه. لما النمر ما يخافش. ايوه كان موجوده في بلاد يقول لك هذه. موجوده عندنا جبل عنم ومقوع، جبل من نول هلم. أيوة، يقول له مقوع كان ينور يزفر يغطي كذا ويدنا كانه يعقه، لكن احنا من بعيد نسمعه يزفر. انت قد سمعت صوته من انت راعي؟ كان نسمع صوته مع فيه مفتاح ذيلا بن عضل. أيوة، كان معاهن إبل، وكان الإبل لما تسمع صوته تأتي وهي خرابة تهرب من صوته. الله المستعان، من مر. الله الله، بس كان واليوم كان نعمة، كان نعمة، كان يصبر علينا 6 أيام 7 أيام يمطر. آه، الأمطار هناك في جهة من فوق المزرق. الله الله والله، جهة مقوع جهة عنم، إيه 6 أيام 7 أيام دواب حقنا نفرطها ترعى مرضحة وتروح هناك عندنا. الله الله الله، والله كان نعمة زمان. الحمد لله، تحق هذاك الزمان قبل يمكن حوالي أنا 60 سنة صح؟ يا حوالي 60، أنا عمري حوالي دحين يقارب 70. ما شاء الله. الحمد لله، ما شاء الله، الحمد لله. الله، زمن جميل. والآن تعتقد أنها رجعت من جديد يعني لما خليت البلاد؟ يمكن يمكن قالوا لي موجودة مدهوش مصغار موجودة منمر. ما ادري منمر، ما منمر انه كثر كان مشاكله. كان ينزل يقتل ابل. مره واحد من التلو قيش قتل في بلادهم واتى دنيا صحراء. ايوه ايوه، وهرب دار عندنا في جهتا شامعنم في محل بين جبالات كذا، استعار جمل مع محمد قحم. ايوه، وقالوا خرجوه يرعى و نزل من نمر وزوجته. حسبي الله. وقابلوا لم جمل الله كيلوه، وهو يخرج مع ميمون يخرجهن. قبل خرج بنوه الشبح قال والله يا با جمل عنده 2 كلاب. أشبه كلابهم؟ أشبه كلابهم. الله، وهي قد كلا منه وتمشى كذي بجنبه، كبها المتعارضا وضربها بميمون بندقه. بندقه يا الله. وقال راعي قال له يا اخي جمل استعرته منك حملته عليه ودحين قدر الله عليه كيلو كيلو ندهوش نماره 2 نماره دحين تراكم قتل بجنبه. الله، انقضيت ولا قال له قال له انا عفى الله عنك. لا اله الا الله، عفى عنه.
كان تلقف حتى للناس اللي يروحون في الحدود، كان تلقف دهوش ثانيه يقول لها زقمه صفه حتى من علم جمل اللي هي مهجنه ربما بين ضلع يعني وبين مذيبه. ايوه والذئاب، الذئاب تراها تقتل من ذئاب لتعوي تقاتل، وطاق صغيره صغار من المنمل لكنها قاتله هي. والله اذا نبذه من تاريخ الوحوش في بني مروان مع الوالد محمد بكري. يعطيك الف عافيه، هذا من مشايخ بني مروان، يعطيك العافيه، تحياتي لك اخي العزيز، وفرصه جميله ان نلتقي بك الليله. بارك الله فيك.